في المواجهة دي كعادتنا كل يوم سبت هنتكلم عن عدد من الملفات المحلية والإقليمية والدولية مع ضيفي الكاتب الكبير الأستاذ عبد الحليم أنديل. أهلا بك يا أستاذ عبد الحليم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. عايزين نبدأ من أهم مقومات نجاح أو أهم المقومات اللي بتوصلنا للجمهورية الجديدة يعني وأهم الإنجازات اللي قامت بها الدولة خلال السبع سنين الأخيرة ونجاحها الحقيقة في تحقيق إنجازات كتير في ملفات مختلفة يعني على مستوى كبير وعلى مستوى الحقيقة متميز جدا خلال هذه السنوات. شايف ده إزاي وإزاي ده بيوصلنا فعلا للجمهورية الجديدة؟ يعني خلينا ناخد الصورة العامة لأنه طبعا تصعب مهمة حصر التفاصيل طبعاً. والتفاصيل طبعا قوائم طويلة عريضة جدا. في المغزى العام أنا أعتقد الرئيس سيسي بحسب ما نشر يعني عن لقائه مع وزراء الإعلام العرب إثر اجتماعهم في جامعة الدول العربية قال ما معناه أنه مصر قررت أنها تواجه الإرهاب في نفس الوقت الذي تحدث فيه قفزات تنموية على مسيرة على خط التنمية. وبالفعل ده حصل، أمر طبيعي جدا، أي مراقب منصف من بعيد أو من قريب لابد أن يلحظ أنه منحنى الإرهاب خلال هذه السنوات بعد صعود كبلغ ذروته في 2015 نزل بالتدريج. الآن يمكن القول أن الشتلة الأساسية للإرهاب قد جرت تصفيتها. هذا لا يعني أنه في أي بلد في العالم مهما بلغت درجة استقراره يمكن أن تحدث فيه عملية إرهابية هنا أو هناك كخرق للناموس أو خرق للوضع الموجود أو بوناسفة، هي عمليات من مستوى منخفض يعني. لكن المراقب المنصف لابد أن يلحظ أنه في نجاح هائل في قضية مكافحة الإرهاب على الأقل على صعيد العملياتي المباشر أو عمليات الأمنية. الجوانب الأخرى طبعا مرتبطة بأشياء أخرى سواء المواجهة الفكرية أو المواجهة الاجتماعية بإحداث تقدم كبير في قضية التنمية وفي اتجاهاتها وفي طبيعتها. وهنا اتكلم الرئيس سيسي أنه ما حققه المصريون في التنمية كبير جدا، لكن هم يريدون ما هو أكبر، ما هو يعني أبعد من ذلك، أبعد مما تحقق. وهذه نقطة مهمة جدا. يعني لو نلاحظ هنلاحظ ببساطة في الإطار العام أنه واحد أنه جرى تطور هائل جدا في تسليح الجيش المصري بنظرية تنويع مصادر السلاح ثم إعادة إحياء الصناعة الحربية الذاتية، وده قفز لأنه دايما أقول عاوزين نعرف إحنا فين لابد أن نقارن بالعالم من حولنا لأننا لا نعيش لا في جزيرة منفصلة ولا في كوكب طبعاً. آخر ده قفز بالجيش المصري من مرتبة 17 أو 16 إلى المرتبة التاسعة على مستوى العالم، وده طبعا عظم الميزة النوعية التي تملكها مصر في منطقتها لأن ده أكبر قوة منظمة في العالم العربي، هذا صحيح، في العالم الإفريقي هذا صحيح، كمان في العالم الإسلامي، ودي نقطة مهمة جدا. وفي العالم الإسلامي هناك قوة كبرى يعني زي إيران زي تركيا زي باكستان زي يعني إلى آخر الدول. فده إنجاز لا يمكن لأحد ألا يلحظه لأن هذا أثر في فكرة الدور المصري أو استعادة الدور المصري سواء في محيطنا المباشر ليبيا السودان فلسطين أو حتى فيما هو أوسع من ذلك في الإطار العربي برمته، فكرة عودة مصر أو عودة شمسها الذهب زي ما دايما بنقول. الجزئية الأخرى أنه في الاقتصاد جرى تطوير لا يمكن إنكاره طبعاً. يعني مثلا فكرة البنية التحتية أو ما نسميه البنية التحتية بصرف النظر، يعني أنت بتلاحظي أن في ورشة عمل هائلة جدا هي غير مسبوقة في حجمها في التاريخ المصري فيما أعتقد، ما غير مسبوقة أولا في حجم أنفاقها نحو 6 تريليونات جنيه مصري يعني ما يقارب 400 مليار دولار انفقت. 2 غير مسبوقة في الإنجازات العينية المرئية بالعين المجردة من شبكة الطرق إلى المدن عشرات المدن الجديدة اللي هي هدفها في الجوهر كل هذا العمران هدفه
اللي هو زيادة رقعة المعمور المصري أو مضاعفة رقعة المناطق المعمورة في مصر المسكونة من 7% إلى 14%، بما يرتبط بذلك من تطوير في شبكة الطرق، بما يرتبط من ذلك في محطات الطاقة. مصر حققت يعني لو جانا 2014 والآن إحنا لدينا فائض كهرباء كبير جدا، يعني عندنا إنتاج قد يصل إلى حافة 60,000 ميجا وات، بينما الاحتياجات الفعلية تكاد تكون نصف هذه القيمة. ومن ثم ده منح مصر فرصة في أنها تعمل ربط كهربائي أو تصدير كهرباء أو كذا، وما زال الشوط طويلا، لكن ده إنجاز عيني محدد. أيضا في الإنجازات العينية المحددة، بصرف النظر على المتاعب التي عاناها المصريون، أو مش بصرف النظر، بالأخذ في الاعتبار المتاعب التي عاناها المصريون، برنامج في الإصلاح المالي والهيكلي المسمى بالإصلاح، قصدي الإصلاح المالي والنقدي المسمى بالإصلاح الاقتصادي، في النهاية استقرار، في متاعب ممكن نتعرض لها بعد كده، بس الجزء الجوهري أنه بعد إنجاز هذه المرحلة بدأ الكلام عن أنه هذا لا يكفي، لابد من إصلاح هيكلي. أنا لا أميل في العادة إلى استخدام تعبيرات التثبيت النقدي والإصلاح الهيكلي اللي بيستخدمها صندوق النقد الدولي في العادة، أنا أميل لأنه العلة الجوهرية في الاقتصاد المصري، السبب الجوهري في أن احنا يعني وقعنا في قعر الأفة خلال 40 سنة سبقت النهوض الجديد، أن احنا كنا في أول المتسابقين وبعدين سيبنا السبق خالص، خرجنا من السبق، فلما فتحنا عينينا تاني لقينا نفسنا بصدد عالم آخر مختلف. التقي الرئيس السيسي مثلا أول امبارح بيتكلم مع رئيس وزراء ماليزيا، بيتكلم معاه عن أهمية توسيع الاستثمارات الصناعية الماليزية في مصر.